السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم أسماتي، نتمنى يا ربي تكونوا كامل ملاح. معكم أسماء دايما من قناة أسماء للطبخ أسماء كويزين. في هذا الفيديو راح ندير معكم واحد العشاء سهل كما حين تشوفوا معايا، خفيف ظريف، ما يتطلبش بزاف وقت، وتاني كهذا النوع من الأكلات نقدروا نحضروهم بوقت إذا كنا خارجين، إذا كنا خدامين، ساعة ولا زوج قبل العشاء ولا قبل الفطور نحطوهم في الفوغ ونطيبوهم. وبسم الله، اول حاجه كما حين تشوفوا معايا راح ندير معاكم دجاج محمر، وراح ندير معاكم ان غراتان تاع البطاطا. اول حاجه راح نحضروا تتبيله الدجاج مع بعض. كما شفتوا درت مغرفه كبيره من لا ماكارين ولا من الزبده اللي حطيتها دابت لي شويه في الميكرووند، ضفت عليها زوج مغارف كبار من الزيت، راح نضيف عليها شويه فلفل كحل، من بعد نضيف عليها رشة من الكركم حتى تعطينا اللون، راح نضيف عليها شوية تاع القرفة. القرفة يتمشى بزاف مع الدجاج محمر ويعطي له ذوق بزاف بنين. من بعد راح نضيف عليه أعشاب منسمة، تقريبا مغرفة صغيرة، لي دايما نجربو أنو نحكوهم بين يدينا حتى نستخلصو النكهة تاعهم. وأنا اليوم استعملت هذا الخليط لي زارب دو بروفانس لي متأكدة أنو متواجد في الجزائر، بزاف بنين هكذا مع الدجاج محمر مع اللحم، يعطي ذوق رائع. شوية ملح، عصرة تاع القارص، ما عندكمش القارص استغناو عنه. وراح نضيف عليه هكذا من 3 الى 4 سنين تاع الثوم، يا اما تبشروهم يا اما تعبزوهم بهذه الطريقه. من بعدها راح نضيف عليهم ملعقه صغيره من الخردل ولا لاموتارد، راح نخلط هاد المكونات تاعي كامل مع بعضهم. هاد التتبيله تتبيله خفيفه، يعني ماشي هذاك النوع تاع التتبيلات اللي يجي ثقيل، يعني تعطيكم ذوق مليح للدجاج تاعكم، وتانيك خفيف، يعني عشا خفيف ما تقلش بزاف الدجاج تاعنا، وصدقوني ذوقها رائع. من بعد الدجاج تاعي نخلطه مليح، نحطه مباشره في البلا. كما قلت لكم انا حبيت نوجد اليوم عشايا قبل ما نخرج، يعني نحط كل حاجه في البلا في الثلاجه، كي نجي ما عليا غير نشعل الفوغ ونحطهم، ما خليتوش في هذاك لو ريسيبيون. كما شفتوا انا درت هكذا طرف تاع الدجاج، اي يعني اي نوع ولا اي قطعه تاع الدجاج تحبوها. من بعد هذاك الباقي اللي قاعد لي تاع التتبيله نزيد عليه شويه برك تاع الماء، ما تكتروش بزاف الماء، ونحطو على الدجاج. من بعد كما قلت لكم نغطي الدجاج تاعي ونحطو يتبل ويريح في الثلاجه على غرتو. انا اليوم راح نقدم معاه صينيه بطاطا بالبيشاميل ولا غراتان بوم دو تير على صوص بيشاميل. كما شفتو خديت البطاطا تاعي قشرتها وقطعتها على شكل دوائر، من بعد في مقله من الاحسن تكون هكذا كبيره حطوها تغلى في شويه ماء وملح. من بعد في نفس الوقت وهي راهي تغلى انا نحضر صلصه البيشاميل. كما العاده يعني نقول لكم زوج مغارف كبار من الزبده ولا لا مارغارين يقابلهم زوج مغارف كبار من الفارينة، نخلطهم مع بعضهم ونجرب اني نقلي يعني هذا المزيج اللي هو لوغو لمده دقيقه حتى نتخلصوا من ذوق الفرينة. من بعد نبداو بإضافة الحليب تدريجيا، هي من الأحسن تضيفوا عليها حليب دافي، لكن أنا كنت يعني مغاولة ضفت عليها الحليب مباشرة من الثلاجة، ما يعادل واحد زوج كيسان تعمى من الحليب. نخلطهم مليح مع بعضهم، راح نضيف عليهم الجبن، أي نوع الجبن عندكم. انا كان عندي يعني هذاك الجبن الكريمي قعد لي شويه في لابوات، وعندي تانيك جبن مثلثات ضفت لها 3 قطع جبن، بما انه يعني بطاطا وصوص بيشاميل ما كان حتى حاجه تعطيكم الذوق، الجبن هو اللي راح يبننها لكم. يعني تقدروا تزيدوا لو شيدار ليمونتال غرويير نتوما واش حبيتوا، لكن انا جربت نبسط لكم حتى تشوفوا بابسط الحاجات، يعني ما حبيتش ندير لكم الشيدار وكذا تقولوا بالك على بها جاتها بنينه،
لا، استعملوا برك الجبن العادي، كسوسوا لافاش كي ريشاف، هذاك لو كاري متوفر في الجزائر، كسوسوا قطع هكذا، وشنو كتروا شويه الكميه. من بعد انا صوص بيشاميل تاعي عقدت، دوكا واش درت، ضفت عليها شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض، الملح ضفت عليها شويه برك، خاطر درت لها كميه يعني مليحه، كميه معتبره من الفرماج. وتانيك راح نضيف عليها جوزه الطيب، نضيف عليها رشه من جوزه الطيب ولا لانوا دو ميسكاد، اللي تعطي ذوق بزاف شباب لاصوص بيشاميل تاعنا. هنا صلصه البيشاميل راهي واجده، ما بقى عليا غير نطفي عليها نحركها. البطاطا تاعي تاني غلات، لكن غلوها بنسبه 70%، ما تغلوهاش بزاف حتى ما تذوب لكمش وانتوما تشكلوا في لو غراتان تاعكم. كيما شفتوا انا هنا البطاطا يعني راح ندير لو تيست باستعمال السكين، يعني نثقبها شويه برك، نشوفها طابت لكن مازال شايده شويه روحها، راح تكمل طيب دوكا في لو فور. واش درت؟ حطيت كميه صغيره من صلصه البيشاميل، راح نجرب اني نستف هذوك دوائر البطاطا اللي غليتهم، نغلوهم باش نسهلوا العمليه، عمليه الطهي يعني يطيبوا لنا بالخف، وتاني كمان نقلوهمش حتى نقصوا شويه الزيت، من الاحسن نغلوهم. وصدقوني جربوا الوصفه على بالي راح تعجبكم. كيما شفتوا درت كميه من دوائر البطاطا المغليه، نضيف عليها شويه من صلصه البيشاميل، نزيد لها كميه اخرى صلصه بيشاميل، واخر كميه وهي رايحه. يعني جربوا ما بين طبقه وطبقه، ديروا لاصوص بيشاميل باش البطاطا تاعكم تجيكم بنينه وتجيكم شربه كامل بهذيك صلصه البيشاميل. من بعد نبسط السطح تاعها، انا ما كانش عندي الجبن المبشور ما درت، نتوما اذا عندكم ديروا، لكن ما راحش يحتاج. من بعد غطيته وحطيته في الثلاجه الوقت اللي دخلت مع العشيه، واحد زوج سوايع الى زوج سوايع ونص قبل العشاء، حطيتهم مع بعضهم في الفرن. طابولي هذاك الدجاج يعني مع الاول طيبته واحد السويعه هو مغطي بلو بابي الومنيوم، من بعد نحيت هذاك لو بابي وخليته كمل طابلي حتى تحمر لي، والمريقه تاني اختارت. من بعد لو غراتان تاعي تاني طاب نحيته، خلوه يريح واحد ربع ساعه الى 20 دقيقه باش تقدروا تقطعوه، لانه صوص بيشاميل كي تكون سخونه اذا قطعتوها تكون شويه جاريه. من بعد هاولي كعشايا كيما شفتوا ديروا هكذا قطعه من لو غراتان، معاها طريف هكا دجاج محمر، وكيما تشوفوا معايا الدجاج تاعي يطلق المريقه ويطلق لاصوص تاعو. زيدوا سلطه وعشاء ما شاء الله. عشاء سهل، عشاء تقدروا كيما قلت لكم تحضروه بوقت من قبل. ونتمنى انه الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، وكيما العاده نقول لكم اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي لايك، ما تنساوش تخلوا لي تعليق، ما تنساوش تدعوا لي واللي هي اهم حاجه. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا.